السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الدقة المتناهية والإصابة الدقيقة مطلب جوهري لدى الصيادين والرماة بشكل خاص. الإمباكت يرغب البعض بدقة أعلى ويطمع بالكثير، خصوصا أصحاب الأوزان الثقيلة والسرعات العالية الذين يرغبون بثبات أكثر للسبطانة. هنا سأعرض لكم تجربتي مع الكاربون فايبر. طبعا الكاربون فايبر يزود صلابة التيوب والسبطانة حقة الإمباكت، ولكن لابد من تواجد قطعة التثبيت. طبعا الكلام هذا إذا كان ما فيه شراود. الآن بركب التيوب وتشوفون كيف بالضبط الثبات. لاحظوا الآن بدون التيوب، بدون الكاربون فايبر، لاحظتم الحركة كيف؟ والآن لاحظوا بعد ما ركبناه وشدينا عليه الكاتم. طبعا قطعة التثبيت لابد أنها تكون موجودة، والتيوب بعد ما نركبه نشد الكاتم وراح يكون بالشكل هذا قوي.